فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد الشباب أجريت له عملية جراحية وظن أن الصلاة لا تلزمه حال مرضه فلم يصلي، فماذا عليه الآن؟ عليه القضاء، عليه التوبة إلى الله والقضاء بالترتيب، يقضي ما فاته من الصلوات بالترتيب، اليوم الأول والثاني، وتقديم الصلاة على ما بعدها يلزمه القضاء بالترتيب والمبادرة بذلك، وهو مخطئ حيث لم يسأل. نعم.